يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثير من الناس اليوم لا سيما من ظاهره السنة، إذا قلنا إن كثيرا من المسلمين اليوم يقعون في الشرك الأكبر غضب وقال هذا تفرقة بين المسلمين، وعليكم بجمع المسلمين على قلب واحد والتحابب والترابط. هذه يقولون، لكن هذا تناقض، كيف نجمع المسلمين وهم عندهم شرك؟ ما يمكن جمعهم وهم عندهم شرك. ما يجتمع إلا أهل التوحيد، أهل العقيدة، أما من عنده شرك ما يجتمع أبدا مع الموحدين، ما يجتمع الضدان، ضدان لا يجتمعان، المشرك والموحد والمؤمن والكافر، ما يمكن. ولو قصدنا أو مهمتنا الجمع، مهمتنا التمييز بين الحق والباطل وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، هذه مهمتنا. أما الجمع على الباطل هذا أول شيء أنه ما يمكن، وثانيا ما هذا من التزوير ومن ستر الحق وستر الباطل على أهله. لازم من البيان تبيننه للناس ولا تكتمونه، فهذا من الذين يكتمون الحق ولا يبينه للناس، ويقول نبي الناس يجتمعون، ما يمكن يجتمعون، ولو اجتمعوا وهم على باطل ما ينفع اجتماعهم. نعم.